أما هذا المسؤول عنه وهو أن من ردد مع المؤذن فإنه هو وثوابه مع المؤذن سواء، لا شك أن هناك أحاديث كثيرة واردة في فضل المؤذنين، ومعلوم أن المباشر للأذان ليس كالمردد معه. ولذلك لما قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا لم يقل أنتم مثلهم، بل قال قل كما يقولون وسل تعطى كما هو عند أبي داود.